السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله، كله افاده لجميع السيدات اللي كينتظروا الذريه. كل سيده كتعاني من العقم الثانوي وكذلك تاخر الانجاب. فيديو في غايه الاهميه، وان شاء الله تكون وصفه قويه مجربه وجربتها هذه الاخت شخصيا، وكان الحمل بتوأم ما شاء الله نشطت لها التبويض وساهمت في خروج اكثر من بويضه، وبالتالي حضور الحمل كانت كبيرة بزاف. بقي معايا في هذا الفيديو المهم، اكيد غادي ينال الاعجاب ديالك، وبطبيعة الحال ما تنساو ليش ديما الفيديو من واحد اللايك باش توصل هاد المعلومة لجميع السيدات اللي كيبغيو تاهما مثل هاد الوصفات باش يجربوها ان شاء الله، لربما تكون سبب في الحمل ديالهم من بعد الله. هاد الوصفة هذه عندها بزاف ديال الفوائد، كتعالج مختلف الأمراض المتعلقة بتأخر الإنجاب، كتقدر أنها تخلصكم من تكيس المبيض، كتفتح قناة فالوب، كتنظف الرحم وجميع الالتهابات، كتقوي جدار الرحم، كتعالج كذلك تشوهات اللي كتكون في البويضة اللي كتقدر أنها تمنع حدوث الحمل، كتنظم لكم الهرمونات، وكذلك كتعمل على تنزيل الدورة الشهرية المنقطعة وكتنظمها بإذن الله. إذا هي وصفة قوية معالجة للعقم، ترفع مستوى الخصوبة، تعتبر كذلك من أقوى الوصفات وفعالة جدا لحدوث الحمل بإذن الله تعالى. وبطبيعة الحال هذه الوصفة هذه ما كرهتهاش توصل لأكبر عدد من اللايكات، لأن فعلا ممكن تكون سبب في حمل العديد من الأخوات من بعد الله، لأنها مقوية بامتياز، منشطة للمبايض ومساعدة على حدوث الحمل والإنجاب. بطبيعة الحال تبعي معي الفيديو خطوة بخطوة، غادي نعطيكم المكونات وطريقة الاستخدام. حاولوا أنكم ما تكتروش في المكونات أو المقادير، لأن كل ما كترتي كل ما كتكون نتيجة عكسية. إذا حاولي أنك تبعي الفيديو، خذي الوصفة وخذي كذلك المكونات بالطريقة ديال الوصفة باش تنجح معك في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله. لأن يعني الأعشاب والوصفات الطبيعية فهي علاج بالطب البديل. حاولوا أنكم تلتزموا بالمقادير المعينة. إذا بلا ما نطول عليكم، مكونات الوصفة هي عبارة عن الزعفران شعرة، القرنفل، الزبيب الأسود أو العادي، ومن الأفضل يكون الأسود لأنه هو اللي بغينا في هذه الوصفة هذه، ولتر من الماء. سهلة يعني، مكونات بسيطة متوفرة في جميع البيوت. حاولوا أنكم تجيبوا هاد العناصر هادو واستخدموا الوصفة بالطريقة اللي غنقول لكم، وإن شاء الله تكون نتيجة إيجابية في حدوث الحمل. سأكرر مكونات الوصفة. مكونات الوصفة هي عبارة عن الزعفران شعرة، القرنفل، الزبيب الأسود أو العادي، لتر من الماء. بالنسبة لطريقة الاستعمال، نأخذ 7 شعيرات من الزعفران، ثم 15 حبة من القرنفل، ثم 9 حبات من الزبيب. غادي ديري الكل في واحد الزجاجة فيها لتر من الماء، وغادي تنقعيها ليلة كاملة. سأكرر الاستعمال. إذا بالنسبة للطريقة، غادي تاخدي 7 شعيرات من الزعفران، ثم 15 حبة من القرنفل، ثم 9 حبات من الزبيب. الكل غادي ديريه في قنينة زجاجية فيها لتر من الماء، وغادي تنقعيه ليلة كاملة. إذا قبل يعني ما تاخدي هاد الوصفة هذه، ضروري أنك تنقعيها قبل بليلة، باش هكا الفوائد ديال كل مكون يطلق في الماء ويعطي الفوائد ديالو. بالنسبة لأوقات الاستخدام، غادي تاخدي كوب كل صباح بالنسبة للسيدة بعد الدورة مباشرة لمدة 10 أيام. ما تفوتيش 10 أيام، لأن هنا غادي تبدأي تدخلي في أيام الإباضة، وبالتالي يعني ما خاصكش تستخدمي الوصفات في أيام التبويض. يعني تقريبا اليوم 15 تكوني حبستي نهائيا الوصفة. من اليوم 15 فما فوق ما غتاخدي حتى شي وصفة، لأن بزاف ديال الأخوات كيغلطوا كيبداو ياخدوا وصفات طبيعية بعد أيام التبويض. هنا كيوقع مشكل بأن البويضة ما كتقدرش أنها تعشش في جدار الرحم، كتسقط ديك البويضة وما كتكونش ثابتة، وبالتالي ما كيحصلش الحمل. إذا فوق اليوم 15 من الأفضل، وكنصحكم أنكم تجنبوا كل أشياء ساخنة، من أعشاب، من وصفات ساخنة، من مشروبات اللي كتكون فيها زنجبيل أو قرفة، أو يعني جميع هاد الأشياء هذه حتى القرفة يعني في الأكل ديالكم تجنبوها بعد اليوم 15، لأن ممكن تسبب لكم إسقاط للبويضة، حتى أنه قبل يعني ما تحصل الدورة غادي
غادي تحصل واحد الاسقاط لديك البويضه وغتنزل مع الدوره الشهريه، وبالتالي ما غيكتملش داك حدوث الحمل. وبطبيعة الحال دائما شرب الماء بكميات مناسبة. الماء حتى هو كيرطب الجسم ديالك، كيخلي الجسم ديالك فيه واحد النشاط، وكذلك كينشط الدورة الدموية، وبالتالي الأعضاء ديال الجسم ديالك كتكون نشيطة أكثر، مما يسهل حدوث الحمل بإذن الله. بطبيعة الحال تأكدي من أن الهرمونات ديالك في صحة جيدة، تحليل الغدة الدرقية والهرمونات ضروري منه قبل حدوث الحمل إذا كان عندك تأخر في الإنجاب، وباش هكا يعني تعرفي هل هناك ارتفاع ما ممكن يتعالج بأدوية أو وصفات طبيعية. كذلك ارتفاع هرمون البرولاكتين سبب من أسباب تأخر الإنجاب. كاين بزاف ديال الأسباب الأخرى، التوتر، الضغط النفسي، كذلك التفكير الزائد في حدوث الحمل. كل هاد الأمور هذه ممكن تأثر بالسلب على حدوث الإنجاب، وبالتالي ممكن تأخره، فحاولي أنك تعالجها في أقرب فرصة ممكنة. انتظام الدورة، مدى انتظام الدورة كيعكس أن السيدة بأن عندها واحد الإباضة شهرية منتظمة. يعني السيدات اللي عندهم دورات غير منتظمة أكيد أنه كاين هناك خلل، كاين هناك سبب اللي خاصو يتعالج، خاصك تمشي للطبيب باش تعرفي شنو هو هذا المشكل، ويقدر أنه يعطيك أدوية لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر على حسب الحالة ديالك، باش إن شاء الله تنتظم عندك الدورة وتكون هناك إباضة شهرية منتظمة. تناول أسيد فوليك أو حمض الفوليك قبل التخطيط لحدوث الحمل على الأقل لمدة شهر. هذا الأمر هذا كيساعدك في زيادة نسبة الخصوبة، وكيمد الجسم ديالك بالمعادن اللازمة. إذا الفوليك أسيد راه ممكن تاخذيه بدون استشارة الطبيب، يباع في الصيدليات، يعني ضروري تمشي للصيدلية وتاخدي واحد النوع من حمض الفوليك. يعني الأسماء ديالو التجارية كلها مزيانة، باش يعني يحدث إن شاء الله الحمل، وحاولي أنك تخلصي قدر المستطاع من التوتر والقلق والضغط العصبي. الراحة كذلك والنوم الكافي والأكل الصحي المفيد، كلها أمور تساعد على حدوث الحمل بسرعة. اهتمي بالصحة ديالك النفسية والجسدية جيدا لزيادة احتمالية حدوث الحمل إن شاء الله. بزاف ديال السيدات يعني كيكون عندهم مشكل بسيط ما كيقدروش انهم يعالجوه بوصفات طبيعيه، ممكن حتى كيف ما قلنا الحاله النفسيه تلعب دور كبير في تاخر الانجاب. اذا حاولوا انكم قدر المستطاع خليوا الامور تبقى تلقائيه في يد الله، ربي هو اللي مكتب لكم الخير في واحد الوقت المناسب، واكيد الرزق ديالك غادي يجيك ولو بعد حين. ديما تاكدي بان كل حاجه دارها لنا الله الا وفيها الخير. حاولي انك تعيشي الحياه ديالك كيف ما هي، حاولي انك يعني تشوفي الاشياء الجميله اللي عطاها لنا الله، باش هكا يعني تتفادي انك تعرضي لذاك الضغط العصبي اللي انت في غنى عليه، واللي ممكن انه يأثر لك ويزيد الحاله سوء، ويزيد ان احتماليه حدوث الانجاب تكون ضعيفه بزاف، لان الاباضه ديالك مرتبطه بتوازن الهرمونات، والهرمونات الا كان فيهم توتر فاكيد ان الاباضه ما غاديش تحدث، وممكن تحدث ولكن بصوره ضعيفه بزاف وما تخليش الانجاب يحدث. حاولوا انكم تشوفوا ديما الفيديوهات ديالي ديال سيدات فوق 40 أو 45 سنة وحدت عندهم الحمل، تشبتوا بالأمل، لأن الأمل مهم في هذه الحياة، هذه هو اللي كيخليك تزيدي القدام، هو اللي ما كيخليكش تشوفي واحد الصورة سلبية في الحياة ديالك، وكيخليك أنك تشبتي وتجربي الوصفات وتنتية إن شاء الله طيحي في الوصفة اللي غادي تكون قوية ومفيدة، واللي غتسبب حدوث الإنجاب في أسرع فرصة ممكنة. بطبيعة الحال أن كاين بزاف ديال الأخوات تأخر الإنجاب ديالهم، وسبحان الله من اللي بغى الله كن فيكون، رزقهم بالذرية الصالحة، أعطاهم التوأم ما شاء الله، يعني كل شيء الهدايا ديال الله احنا ما كنعرفوهاش، وغتكون إن شاء الله هدايا سارة لكل أخت فيكم، ويا رب إن شاء الله ترزق كل محرومة بالذرية الصالحة في القريب وتفرحونا جميع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تمنينا الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد لايك واشتراك في القناة. شكرا لكم على التتبع ديالكم للقناة والمشاهدة لجميع الفيديوهات، وشكرا على التعاليق الطيبة اللي كنتوصل بها كل يوم. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.